انا مدري يعني وش اسمه صحيح لي، انا احس انه في انصراف عن الشعر الشعبي والشعراء، او في جزء من الضوء راح للشيلات. هل تتفق معي؟ صحيح. وثانيا ايش تشوف يعني هذا اللون اللي له كل هذا الاقبال ولا قاعد يتطور؟ يعني انا بتصور الشيلات كانها نسخه واحده من طلعت وشكلها ومكمله يعني. أولا هي يجب أن نتفق سواء نتراها سلبية أو نراها إيجابية أنها ظاهرة، أي. هي تسمى يطلق عليها رسميا ظاهرة الشيعة لأنها ظاهرة انفجرت في يوم من الأيام. ظاهرة ما أضرت بالشاعر فقط، أضرت بالفنان لدرجة أنه في فنانين تحولوا منشدين. أنت أضرت بالذوق. أضرت بالذوق العام. أي. في فنانين تحولوا منشدين لأنها هي ظاهرة والجمهور يندهش من كل ما هو جديد. أيضا حنا كعرب نطرب للشيء النقازي، يحبون ربعنا يحبون الشيء اللي يطرب بضوضاء يعني. لذلك فالشيلات أضافت إيقاعات جديدة ما كانت بالفن، الفن يتسم بالهدوء. فحتى الشيء الفرائحي من الفن أيضا يعتبر هذا. جت الشيلات أضافت إيقاعات جديدة مرة 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 وأضافت ألحان والله ما هي من هويتنا. يعني أنا قاعد أسمع اليوم ألحان ما هي من ألحاننا الثقافية ولا هي من تاريخ أجدادنا على اتساع المنطقة، يعني ما فقط في نجد، حتى في الجنوب والشمال والغربية والشرقية أضافوا ألحان جديدة اعتمدوا على أنها تكون فقط نقازية. فهي ظاهرة بعد خلنا نقول إن جمهورها من مرحلة عمرية من 10 سنوات إلى 28 ثم تنقطع. ترى ما تصورون في واحد عاقل في 40 قاعد يسمع بالصوت يا رجال. أي وبعدين يعني فيها كمية إزعاج عالية. أنا عشان كذا أتكلم يعني. الرجل اللي يبحث عن، ولكن برضو هي تعاملت الناس معها كظاهرة ثم تراها ضعفت الآن. ترى رجعت الساحة الفنية، رجع الضوء إلى الساحة الفنية ورجع الضوء إلى الشاعر. هي ظاهرة تتعامل معها ما قد شل يعني. لا لا بالعكس، أنا ينشدون لكلمات. ترى أنا ما كإنشاد ولا كشيلات يعني. هو المنشد هو شيء. أنا ترى المنشد، ترى أنا منشد وأنت منشد الحين. كل واحد منا إذا ركب سيارته وأطلقها هزيج ترى أنت منشد في النهاية، أنت قاعد تنشد الآن. لكن هذا فن دخيل اللي هو الإيقاع العالي وألحان ما أدري من وين جابوها. صراخ 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 يعني مؤذي للأذن صراحة، فهو فيه إساءة للقصيدة. ولكن أيضا فيه جمهور واسع يرغب لمثل هذه الضوضاء، فهم اعتمدوا على هذا الجمهور. لذلك أهل الغربية ترى بما أنهم أهل الفن مو بيسمعون الشيلات واجد. أهل الغربية فتلقاها ما انتشرت عندهم زي ما انتشرت عندنا في مناطق نحن الصحراوية. هي بالوسط الشمال الجنوب يعني والله حتى يعني ما تقدر تحدد جغرافيتها. لا حتى برا المملكة تنسمع. طيب.